النزاعات ثم نزاعات ثم نزاعات، بس كيف بدنا نتخلص من النزاعات؟ أكيد بدنا نحكي كتير بالأساس، خلينا نحكي أكثر مع تانيا. صباح الخير. صباح النور. أنا شايفة كل ما عم نحكي كان ما عم تولع أكثر. يعني هي عم بتلقي للولعة، بس في أزمة يعني عايشينها خاصة بمنطقتنا وخاصة بلبنان أكيد. والنزاعات كل مرة بنقول إنه النزاع أمر طبيعي طالما بقدر أطلع منه برابح رابح، يعني وين وين سيتويشن. ولكن في عدة أنواع من النزاعات، في عدة طرائق لمواجهة النزاعات. صح. للأسف المعودين نستعمله هو الأسلوب المدمر، والنزاعات إيه فيها تكون مدمرة للآخر، هيدا هدفي بيكون لما بدي دمره، بس بلا ما أدرى بكون عم دمر حالي، وفيها إجمالا تدمير للطرفين. وبالتالي اليوم اللي رح أحكي عنه عنها النزاعات، رح أعرف المشاهدين على الموديل تبع فريدريك جلال حول التصاعد، درجات التصاعد تبع النزاع، وامتين بيصير بمرحله لا رجوع عنا، وامتين فينا نطلع رابح منه. يعني عمل مثل فريدريك جلال عمل مثل تشارت اذا بدك، او مثل رسم بياني لحتى يفرجي انه لوين فينا نوصل بالنزاع، وين فينا ننتبه ونوقفه ونطلع بنتيجه حلوه. برجع بقول لانه النزاع امر طبيعي. أوكي. بحياتنا ما في مهرب منه. اذا حدا بيحلم يعيش بلا نزاع عم يحلم، خليك عم تحلم. بس دائما بوجهه النظر. ونحن كائنات اجتماعيه، من الطبيعي انه بالانتراكشن او بالتفاعل مع بعضنا انه مش دائما ناخذ يلي بدنا اياه، وبالتالي يكون في نزاع. فريدريك جلال الحلو بالشارت اللي عمله او بالرسم البياني اللي عمله انه عامله مش تصاعد، يعني هو درج مفروض ناخده تصاعد، يعني بنبلش هون فينا ننتهي هون، عم ننهي بعضنا، بس رسمه بطريقه نازله لانه كثير واضح انه التصاعد تبع النزاع هو نزول نحو الهاويه التي لا رجوع عنها، هو الدمار الكامل والشامل. حسب هالتصور في ثلاث درجات كبرى، ثلاث مراحل كبرى بالنزاعات، بكل مرحله في ثلاث اقسام. وبأول مرحلة أو بأول جزء من هالرسم هو يلي فينا نطلع منه رابح، بتاني مرحلة بآخرها صرنا عم نطلع رابح خاسر، حدا بده يربح على ظهر حدا، وبتالت وأصعب مرحلة آخرها بتنتهي بالتدمير الكامل والشامل لكلا الفريقين. إن كنا عم نحكي بنزاع على صفة سيارة أو أكسيدان على الطريق، وصولا للنزاعات السياسية والثقافية. صح. والكونية إذا بدك يلي عايشينها، الموديل بينطبق عليهم كلهم. شو هن المراحل؟ المراحل الثلاثة رح نبلش بالمرحلة الأولى ونفصل ثلاث أجزاء طبعاً. أوكي. المرحلة الأولى هي اللي مثل ما قلنا أنه فينا نطلع رابح منها، بتبلش بكلاش، بتبلش بحدث، بتنشن، بضغط، بيصير حادث سيارة، موقف صار، جملة قلتها، كلمة قلتيها، شيء حدث صغير بده يصير بيعمل لنا ضغط. هاي اول مرحله منه، بعد ما لا تسمى نزاع، بعد ما فتنا بالنزاع. ثاني درجه من المرحله الاولى هي الجدل والنقاش، بنفوت بالشريعه، بنسميها بالدارج بالشريعه، بنتشارع. الشريعه كمان شيء فيكم بناء، يعني بلشنا انا عم بطرح وجهه نظري وانت عم تطرحي وجهه نظرك، وعم نتناقش بالموضوع. يمكن يطلع صوتنا الى ما هنالك، بس بعدنا ضمن النقاش. وعلى فكره المراحل يلي عم بقولهم، خاصه المرحله الاولى والثانيه بدرجاتهم السته، فينا بخمس دقائق ننتقل من اول درجه لسادس درجه. يعني حسب قد ايه نحن بنحمل ادرينالين وضغط نطلع او لا، او عندنا سيطره على مشاعرنا وعلى احاسيسنا والغضب تبعنا او لا. فاذا هن فيهم ياخذوا كثير وقت، وفيهم بوقت كتير قصير ننتقل من المرحلة الأولى فورا. فينا نوقف عن كل مرحلة. صح. فينا إذا انتبهنا لحالنا ليه عم بعمل introduction إذا بدك الرسم البياني، لأنه بكل مرحلة فينا ننتبه لحالنا ونوقف. يعني سبقتيني بالفكرة وكتير مهم ننتبه لها. الكلاش والنقزة فينا عندها نقرر كيف بدنا نعمل، كيف بدنا نتعامل مع هالموقف يلي نحن فيه. بدي روح على الآخر بدمار الآخر ولا لا؟ بدي استحصل على حقي، بس بدي أفهم كمان وجهة نظر الآخر.
تاني مرحلة اللي هي قلني هالنقاش بتبلش جدل، يعني منصير نتشارع ونتجادل بس بعدنا عم نسمع شوي لبعضنا انه شو قال ومن اي منطلق جاي وعلى اي اساس الى ما هنالك. المرحلة الثالثة من الجزء الاول منصير رايحين صوب الفعل اكثر من الكلام، يعني فينا هون مثلا نصير بدنا نقول نبرهن للتاني بالقوة انه نحن اللي اصحاب الحق مش هو، بس بعدنا ضمن المعقول. أوكي. بعدنا ضمن المعقول يلي عم بالقوة بدي فهمك وجهة نظري وأنا اللي معي حق ومش أنت اللي معك حق. هون بدي أكشن، صرت بطلت عم باخد وبعطي، صرت بدي أعمل أكشن وحدة لحتى برهن أنه أنا الصح والفريق الثاني كمان نفس الشيء. فتنا بهاللعبة إذا وقفناها عند هالحد، المرحلة الأولى من تصاعد درجات النزاع، فينا ننهي بشكل رابح رابح. عظيم، هذا المطلوب. هذا المطلوب. منفوت بعد شوي على المرحلة الثانية. المرحلة الثانية فيها ثلاث درجات كمان، أول درجتين كمان بعد في رجوع إلى الخلف كمان إذا بقرر. ثالث درجة صعبة. شو هن الدرجات؟ أول درجة من قطعنا أول ثلاث مراحل من ثلاث درجات من المرحلة الأولى، بالمرحلة الثانية صرنا أنا بدي أقنعك إنه أنا اللي معي حق وبدي جمع اراء حولي، بدي اعمل تدعم رايي. اوكي، فبجرب اسعى مثلا اذا حادث سياره انه يكون الخبير من يمي من جهتي مثلا، تنقول مع انه الخبير اجمالا ما بيرد على الصفه، او اذا مثلا اي اختلاف بوجهات الراي بصير بسال مثلا المصورين وبعرف انه مثلا هو بحبس فكرتي بساله هو، ما بساله له هو لانه بعرف انه على الارجح قريب منك اكثر. وانت نفس الشيء، فبنصير نجمع كواليشن من الا من تجمع للتحالفات. تحالفات هي بعده كمان هون بنقدر نوصل، لانه يمكن اعمل تحالفات تقدر تجمعنا انا وياك بعد يمكن، بس بعدنا بامكانيه ممكن انه نطلع رابح رابح. ثاني درجه من هالمرحله الثانيه loss of face، يعني هون بلشنا بدي خليك تفقدي مصداقيتك وانت بدك تخليني افقد مصداقيتي. تحطيم. ايه، صار بلش اللعب عم بيروح نحو التحطيم اكثر، يعني صار مش بس بدي برهن انك غلطانه، بدي برهن انك غلطانه انه كل عمرك بتغلطي، بدي برهن انك غلطانه وانه رايك كثير انه بحياتك ما كان معك. ايه، وحياتك ما بتفهمي شيء ويعيد شو مع رايي وتعوا اسمعوا وشوفوا هالشوفه، يعني خلص فتنا بالدمار، بدنا نبلش ندمر الاخر. وبرجع بقول من نزاع على موقف سياره لا نزاع عقائدي ثقافي الى ما هنالك، يطبق على كل انواع النزاعات. هون صرت بدي دمر الاخر والاخر عم يسعى يدمر كرامتي اذا بدك. هون نرجع لمثل صيني دائما بستحضره خلينا نحكي، اذا بدك تنهي نزاع، اذا بدك خصمك يتراجع، ما تهد له الجسر خلفه، لان اذا هديت الجسر يلي هو واقف عليه بوجهه خلفه ما تركت له خيار غير انه يهجم علي، ما بقى في يرجع لورا. لا، والجسر بالمعنى المجازي هي كرامته. اذا بدي خصمي يتراجع عني بدي احفظ له كرامته ليتراجع. اذا هدفي هون صار هدفي دمره بدي دمره، ما عندي مشكل دمر له كرامته خلفه، وبالتالي فتحت على حالي ابواب جهنم انه يكمل هجوم اعنف علي بلا ما انا ادري. إذا هون بالدرجة الثانية من المرحلة الثانية صار هدفنا إنه نفقد له مصداقيته للثاني وندمر كرامته. الدرجة الثالثة يلي بلشنا لا رجوع عنها، صار في حدا بده يربح على حساب حدا، هي استراتيجيات التهديد. بلشنا بالتهديد، أنا بلشت بعد ما شلت عني ولعت بعد ما شلت عني صفاتك الإنسانية، بعد في يدمر أكثر. وكلنا قادرين نعملها إذا ما بننتبه لحالنا. الدرجة الثالثة من المرحلة الثانية هي إنه أنا بدي بلش هددك، يعني مثلا فينا إذا ما بتعمل مثل ما أنا بدي أو إذا ما بتعملي هيدا الشيء بهددك بتفجير بيتك، بهددك بعائلتك، بهددك بالأعز إلى قلبك. وأوقات التهديد بيروح ل مثلا رفع السلاح عند البعض. هون بلشنا بالتهديد، يعني استراتيجيات كيف بدي خوفها لغادة لحتى دمرها توقف عندها ودمرها وانا اطلع رابحه. برجع بقول الدرجه الثانيه هون صرنا حدا بده يطلع رابح والثاني خاسر فيها. اما الدرجه الثالثه والاكثر دمارا بالنزاع حسب موديل فريدريك جلال، اول درجه منها هي
التدمير الجزئي، دمار الجزئي، يعني في نفذ جزء من التهديد تبعي، فيك تنفذ جزء من التهديد تبعك، دمرتك جزئيا، بس انا هون بلشت اعمل شيء كثير خطير يلي صار في اذى. صح، والاذى بيصير لما بسحب عنك صفتك الانسانيه، بطلت شايفتك كانسان، صرت شايفتك كتهديد، ك ك كشيء بدي الغيه، بدي الغيه، وبالتالي بلشت الدمار الجزئي يلي بقدر اعمله فيك، في مثلا اوص بالهواء، اوصك باجريك، او انه هنلك كرامتك على الاخر، او انه نفذ شيء من تهديداتي يلي هددت فيها. المرحله الثانيه يلي هي البعض يمكن يفكرها هي لازم تكون المرحله الاخيره، بس هي مش المرحله الاخيره، بعد في اكثر، او الدرجه الاخيره بالمرحله الثالثه، الدمار الشامل. الدمار يلي بدي دمرك على الاخر، يعني حتى لو بدي الغيكي جسديا ما بقى عندي مشكل. هون صار ما في اي كنترول على الغضب، ما في اي كنترول على اي شيء، بس بعدني بدي انا اربح، وبالتالي حتى لو ربحي هو من خلال الغائك ما عندي مشكله، لانه سحبت عنك صفاتك الانسانيه. خلص ما بقى في شيء، بقى بطلت بتعني لي حياتك، ما بتعني لي اهميتك، قصتك، ولادك، عائلتك، ما بقى يعني لي، ما بالنسبه لي كله ثانوي، مهم انت تلتغي من وجهي. هيدا الدمار الشامل. بعد في اكثر، ايه بعد في اكثر، يلي هي المرحله الاخيره، وهي او الدرجه الاخيره بالمرحله الثالثه، يلي هي النزول الى القعر بما لا عوده فيه. شو قصدي بالموضوع، شو قصدي بالعنوان؟ المقصود هو انه لما بيقول الواحد، لما بتوصل معه علي وعلى اعدائي، يعني ما بقى فرقانه معي مجرد دمر الاخر، حتى لو خلال تدميري للاخر دمرت حالي مش فرقانه معي خالص. هيدي اذا بدك النزول الى قعر، الى قعر المهوار، او الى جهنم، او اللي بدك اياه بالنزاع. هون يلي صار، حتى اذا انا على الطريق شو ما صار فيي، علي وعلى اعدائي. وبالتالي هالموديل يلي رح ارجع لخصه هون بهيدي المرحله الثالثه، هون صرنا لوز لوز، خاسر خاسر بكل الاحوال. حتى لو كنت بالدرجه الاولى عم بقول لحالي انه بدي دمرك انت جزئيا، انا عم بخسر، عم بتدمر انا. اذا دمرتك كليا كمان انا عم بخسر، لانه اكيد يمكن اتلاحق، يمكن فوت على السجن، يمكن اتحاكم، اكيد في دائما، صح، وغير هيك يمكن ضميري يعذبني، يمكن في 100 شغله، في كمان دمار ذاتي. واخر درجه يلي هي علي وعلى اعدائي، اكيد فيها دمار لإلي وللاخر. برجع بقول هالموديل يلي ببلش من مرحله اولى بقدر انهي عندها واطلع رابح رابح، اذا بعرف سيطر على مشاعري وبعرف اسمع للاخر رغم التعصيب، ما عندي مشكل بنهيها. المرحلة الثانية إذا بوقفها بنصها، حتى لو كان صار في إهانات، حتى لو كان صار في تهديدات، بعدنا بنقدر نطلع منها. بمرحلتها الأخيرة لا، لأنه بلشت عم شيل، عم بسحب من تحتك سجادة إنسانيتك. وبالمرحلة الأخيرة أكيد هي دمار شامل، وما حدا بيطلع منها ربحان. أكيد لا، ما حدا بيطلع منها ربحان. وبالتالي أنا اللي بحبه بهالرسم هو إنه نزول، مش هيك آخر شيء بتنتهي بالنزول إلى قعر الهاوية، لانه نفس النزاع يلي بنقدر نطلع منه كاسبين اثنيناتنا، ربحانين شيء جديد، عاملين اضافه على حياتنا، لانه اي نزاع ممكن كثير استفيد منه بشكل بناء، هو ذاته اذا بتركه وبروح فيه للاخر ممكن انه انزل فيه على الهاويه. وبرجع بقول انه حتى باصغر النزاعات فينا ننتقل من المرحله الاولى لاخر مرحله بثانيه، وفينا ننتقل عبر سنوات لإلها، عبر أشهر لإلها، وفينا بما أنه عنا مجال نقدر نوقفها بأي مرحلة من مراحلها قبل ما نوصل للدرجة الأخيرة يلي هي درجة الدمار الشامل، قنبلة نووية. قنبلة نووية، وهذا عم نعمله اليوم. هيدا علي وعلى أعدائي، يعني أنه قنبلة نووية بفكرهم إذا نزلت، وأوقات بكون وصلت لها بس أنا مش دريين أنه صرنا علي وعلى أعدائي، بعدني مصرة أنه أنا لا بس عم دمر الآخر، بس بكون بلا ما أنا أدرى من حيث لا أدري عم دمر حالي معه. ميرسي دانيا، يا هلا. بدون تدمير داخلك معنا ماشيين، خلينا وقتين على اول مرحله. اي خلينا على اول مرحله، شو بها منضلنا تشاري على بكره، ما في اي مشكله، ومنلاقي حل، خليكم معنا اذا كمان مره. وقفه مع الاعلان ومنرجع منتابع.